مرحبا بكم في هذا الدرس. سنحاول التعرف على مجموعة من الخصائص الأخرى المتعلقة بالعضو تيبل. هنا أول شيء دعونا نقوم بعملية الربط من هنا مباشرة من خاصية connection string بدون استخدام عضو connection string. ببساطة نقوم بالتفعيل، نقوم باختيار جدول البوكس أو others، ثم نقوم بالتفعيل بكل بساطة تعمل. نقوم بإضافة data source ونقوم بإضافة dbgrid data source مع table و dbgrid مع data source، نظهر جميع البيانات. الآن ما الذي سنفعله؟ سنذهب إلى الأضو تيبل هنا وسنذهب إلى خاصية كير سور تايب. هذه الخاصية متعلقة يعني تعلقا كاملا بخاصية كير سور لوكيشن. فهنا عندما نقول كير سور لوكيشن متعلقة بالكلاينت، فكل شيء يتم إدارته باستخدام أضو، يعني التقنية أضو هذه لديها محرك خاص بها يسمى أضو كير سور انجن، يعني المحرك الخاص بها للتعامل مع الجدول يتم استخدامه عندما نقوم باستخدام هذا الوضع. وعندما نستخدم هذا الوضع سيذهبون الى البروفايدر الذي تم استخدامه، بمعنى البروفايدر يعني مثلا استخدمنا البروفايدر اكسس، فسيتم الذهاب الى الاكسس ويقوم هو بالعمل، او اس كيو ال سيرفر او انتربيز او اي شيء اخر، يعني اي نظام قواعد بيانات علاقية هو الذي سيكون أو سيقوم بعملية التحكم وإدارة المهام. لماذا تتعلق خاصية الكيرسور تايب بالكيرسور لوكيشن؟ لدينا بالنسبة للكيرسور تايب توجد فقط يعني واحدة يمكن تطبيقها عندما تكون الكيرسور لوكيشن في الوضع كلاينت. فمثلا الآن إذا قمنا يعني في الوضع العادي لأي مكون تيبل، فستذهب إلى الكي سات بهذا الشكل، يعني هذا هو الوضع الافتراضي لأي أدو تيبل. عندما نقوم بتفعيله كما ترون يقوم بتغييرها مباشرة إلى كيرسور تايب ستاتيك. لماذا؟ كيرسور تايب ستاتيك هو نوع يعني مدعوم فقط من اليوز كلاينت، ولا يمكن يعني استخدامه من أجل اليوز سيرفر. اليوز سيرفر لديه بعض يعني كل هذه البقية الموجودة هنا، open forward only وان يعني والدايناميك والكيسات كلهم على المتخصصة فيه. الآن يعني ما هذه، يعني ما هو الفرق بينها الدايناميك والكيسات والopen forward only والstatic وانspecified؟ أول شيء unspecified أو بغير محددة، ويعني هذا البيانات أو المؤشر الخاص بها فغير محدد، وهذه الطريقة يعني سيئة جدا إذا أردنا التعامل مع البيانات، لذلك لا ينصح باستخدامها أبدا. فأول شيء الآن عندما نريد استخدام الأمر الذي سنقوم باستخدامه، إذا قلنا سنقوم باستخدام الكلاينت فستتحول إلى ستاتيك. إذا ما هي ستاتيك وما هي الخصائص الموجودة لديها؟ اولا بما انها متعلقة باليوز كلاينت وتعمل بالانجن او بالمحرك الخاص بالادو، فكما قلنا كل شيء يكون يمكن ان نقول بانه اوفلاين. فاستاتيك هنا يتم نقل نسخة من الريكورد سيت او مجموعة الحقول، يتم نسخها من قاعدة البيانات ونقوم بوضعها هنا مباشرة، يعني عملية نسخ هذه يعني امر صعب جدا حتى اذا كانت البيانات كبيرة. فسيتم اول شيء نسخ البيانات ووضعها في الجدول هنا وعرضها. المهم أنها عملية النسخ، ويمكننا البحث، الفلترة، والكثير من الأشياء الأخرى التي قلنا، مثلا هنا التصفية والترتيب، كل الأشياء متاحة باستخدام محرك الأدو كيرسور. الآن العيب في هذه الطريقة هو أننا عندما يعني لا يمكننا استخدامها عندما نتعامل مع السيرفر أو مع خادم. لماذا؟ لأننا يعني ببساطة نعمل محليا أو نعمل باستخدام المحرك الموجود أو محرك الأدو. فإذا قام مستخدم آخر بالحذف أو التعديل أو أي شيء آخر فلا يمكننا الوصول إلى هذا المستخدم، لذلك نلجأ إلى اليوز سيرفر. وفي اليوز سيرفر لديها بعض الخصائص الأخرى هنا، فمثلا لدينا
الوضع الموجود هنا والذي هو دايناميك، في هذا الوضع جميع العمليات التي يقوم بها المستخدمون الآخرون من عمليات إضافة وحذف وتحديث وأي عمليات، يعني أي نوع من الحركات يقوم بها المستخدمون، فستكون متاحة وفيزيبل، يعني يمكننا رؤيتها باستخدام هذا الكيرسور تايب. المشكل في هذه الطريقة هو أنها لا تدعم البوك مارك. ما هو البوك مارك؟ البوك مارك هي يعني خاصية سنذهب إليها الآن، مثلا أدو تيبل. الخاصية أدو تيبل بوك مارك هي الخاصية التي تشير إلى، يعني تشير إلى السجل الحالي أو إلى رقم السجل الحالي. ف البوك مارك يعني إذا لم تكن مدعومة من بعض البروفايدر، مثلا لدينا قاعدة بيانات أو موزع لا يقوم بدعم خاصية البوك مارك، وهو يعمل بسيرفر وبشكل في شبكة وخاصية، يعني ونحن في خاصية الديناميك، فإذا لم يكن مدعوما فخاصية الديناميك هنا أو النوع الديناميك لا يدعمه. هذا هو بالنسبة للديناميك والبوك مارك. لدينا الآخر والذي هو كي سات، من اسمه نعرف أنه كي سات، سات بمعنى مجموعة والكي بمعنى مفاتيح. هو مثله مثل الديناميك، هنا فقط يوجد اختلاف بسيط، لا يمكنك الوصول إلى عمليات الإضافة أو الحذف، لكن يبقى بإمكانك القيام بعمليات التعديل أو عفوا رؤية التعديلات التي يقوم بها المستخدم الآخر. يبقى في الأخير الأوبن فورورد أونلي، ولقد أبقيناه في الأخير لأنه أفضل وضع، لكن بالنسبة للتعامل المباشر مع البيانات، يعني هل تريد أن تقوم بوضع أوبن فورورد أونلي وتقوم بربطه مع جدول هنا لكي يرى المستخدم البيانات؟ لا، هذا خطأ كبير ولا يمكنك القيام بهذا الأمر، لأن الأوبن فورورد أونلي من اسمها فهي فورورد يعني اتجاه واحد فقط، فهي تسير إلى اتجاه واحد فقط، و الحقول يعني دائما يوجد حقل واحد فقط. فعندما تقوم بعملية، مثلا عندما نقوم بعملية ملء كومبو بوكس أو أي قائمة أخرى، أي سترينج ليست أخرى، عندما نقوم بمحاولة ملئها، يعني هذا كمثال فقط، يعني لنحدث عن السرعة، فإن الأوبن يعني الأوبن فورورد أونلي هي الأسرع والأفضل بالنسبة للفاعلية والسرعة في الأداء. فعندما نعمل بأي وضع آخر فيتم التعامل مع جميع الحقول، أما بالنسبة للفورورد فيتم عمل حقل، يعني عندما تقوم بالتعامل مع ذلك الحقل وتنتقل للآخر فسيتم حذف السابق، يعني دائما يوجد حقل واحد فقط يتم العمل به، أو من هنا يعني أتت سبب سرعة هذه الفورورد أونلي، يتم يعني ينصح استخدامها بكثرة عند التعامل مع العمليات يعني التي تقوم بهذا الشكل، مثل ملء قائمة نصية مثلا تي سترينج ليست. الآن لدينا خاصية أخرى في الأدو تيبل هنا مفيدة جدا، والتي هي كاش سايز، هي الكاش بمعنى المخبأ أو الحجم المخبأ. فكما قلنا أن الأدو تيبل يمكننا استخدامها يعني بشكل أوفلاين، فما هو عدد البيانات التي يمكننا التعامل معها وتكون مخبأة في الذاكرة؟ فهنا يعني عدد السجلات نقصد، عندما نقول سايز، عندما نقول له 2 فهو يتعامل مع سجلان، عندما نقول له 1 فهو يتعامل مع سجل واحد. ويعني بالنسبة للبيانات الكبيرة فهي غير مفيدة، لكن في الوضع الحالي استخدام كاش سايز بالحجم واحد هو أفضل حل، إلا في بعض الحالات. استخدام يعني كلما تزيد من هذا العدد ستزيد السرعة في التعامل مع الجدول من هنا مباشرة، لكن لا تنسى بأن البيانات هذه ستحدث وتذهب إلى السيرفر، فهذا سيعيق الاتصال، خاصة الاتصالات البطيئة. هذه هي أغلب المعلومات لهذا الدرس، أتمنى أن تكون مفيدة ويمكنكم الاستفادة منها، وكما قلت يجب علينا يعني معرفة البروفايدر أيضا هنا عندما نقوم باستخدام الكيرسور لوكيشن أو الكيرسور تايب، فيجب علينا معرفة إمكانية دعم البروفايدر له أو لا. الآن دعونا ننتقل إلى موضوع آخر.